إنها الدولة التي لا ترتفع فيها أسعار السلع منذ أكثر من 20 عام، ولكن بدلا من أن ترتفع أسعار السلع فهي تنخفض، حتى إن الحكومة حاولت بكل الطرق الممكنة أن تجعل السلع ترتفع ولكنها لم تستطع. فسعر كيلو اللحم مثلا لم يرتفع منذ عام 1995، بل إنه انخفض بنسبة 5% تقريبا، في حين أن مثلاً اللحم ارتفع بنسبة 600% تقريباً في أمريكا، وفي مصر بنسبة 800%. فما لا تعرف عن اليابانيون أنهم أكثر الشعوب حرصاً على أموالهم في العالم، ومن حرصهم جعل هذا أسعار السلع ثابتة لا تتغير على مدار أكثر من 20 عام. إنهم أكثر شعب يقوم بادخار أمواله ولا ينفقون أموالهم على الرفاهيات كما يعتقد البعض، فلماذا أصبحوا هكذا؟ القصة تبدأ بشكل أغرب من قصص الدراما الهندية في عام 1985، حينما كان اليابانيون أكثر الشعوب إنفاقا وبذخا، وكانت تصورهم الدراما العالمية وقتها كما تصور شعوب الخليج الآن، أشخاصا يملكون أموالا طائلة ويستعرضوها ببذخ شديد في أنحاء أمريكا وأوروبا. ولم يكن هذا افتراء، فقد كان اليابانيون يفعلون هذا وأكثر، يؤجرون القصور والشاليهات والجزر، يطلون طعامهم بالذهب القابل للأكل، يذبحون البقر والخرفان والخنازير والدجاج في ولائم ببذخ شديد. ففي عام 1985 اتفق الأمريكان مع اليابان على أن يتم تخفيض سعر الدولار مقابل الين الياباني، وفي شهور قليلة انخفض سعر الدولار لأكثر من النصف، فارتفعت قيمة مدخرات اليابانيون، وفتحت البنوك أبوابها للقروض الميسرة بفائدة ضعيفة للغاية، ليتفاجأ اليابانيون بأنهم أصبحوا أصحاب ثروة فجأة، فيسافرون العالم ويأخذون القروض وينفقون ببذخ شديد، قروض بدون ضمانات. فبدأت الأسعار ترتفع بشدة، وفي عام 1990 انفجر الاقتصاد الياباني، ودخلت اليابان في أكبر أزمة اقتصادية، وخسر اليابانيون مدخراتهم في أكبر خسارة لهم في التاريخ. ومن هنا تغير كل شيء للأبد، تغير اليابانيون وغيروا سلوكهم، لا يشترون فوق احتياجاتهم العادية، لا يتجهون للترفيه مهما كان الفائض من رواتبهم، فكل دولار فائض يفضلون أن يدخروه، وقرروا جميعا عدم شراء أي منتج يرتفع سعره مهما كان أهميته. ومن عام 1995 لم ترتفع الأسعار، لتحاول الدولة أن تجعل الأسعار ترتفع، فقاموا بجعل سعر الفائدة في البنوك بالسالب، فإن قمت بوضع 1000 جنيه في البنك فبعد سنة ستصبح 990 جنيه. فعلت الحكومة كل شيء ممكن، حتى إنها أعطت اليابانيون مكافأة ضخمة حتى تجعلهم ينفقون، وإن أنفقوا سيجعل هذا الأسعار ترتفع. وكانت متأكدة إن الشعب سينفق الأموال على السلع الترفيهية، ولم يفعل هذا اليابانيون، فقرروا الاحتفاظ بهذه المكافآت في مدخراتهم. أصبح الشعب هو أكثر شعب حريص في العالم، ويملكون أكبر قدر من المدخرات في العالم. أصبح الشعب زاهداً لا يرغب في شيء، وكل ما يفعلوه هو الادخار فقط. ففي الوقت الحالي ترتفع الأسعار في العالم كله إلا دولة واحدة، إنها اليابان. فالأسعار انخفضت في آخر شهرين بين نسبة 5% إلى 10%. فكما نقول دائماً، فقد أصبحت اليابان كوكباً آخر، ولا عجب أن نطلق عليها كوكب اليابان.